جميع المساجد في الجمهورية صلت صلاة الاستسقاء، لعل الله سبحانه عز وجل يغير حالنا إلى أحسن الأحوال وينزل علينا نزول الغيث، فيه رحمة للعباد، فيه رحمة لجميع ما خلق الله سبحانه عز وجل من الحيوانات وغيرها. لكن يعني ينبغي أقل شيء ترحم فيما بيننا، لأن الرحمة فيما بيننا، فيما بين المجتمع الواحد، فيما بين المؤمنين بعضهم البعض، يعني فيما بين الجيران، فيما بين الإخوة، فيما بين المؤمنين جميعا، هذه الرحمة التي تكون منتشرة في أوساطنا، في معاملاتنا، في سلوكنا، في تصرفاتنا للصغير وللكبير وللذكر والأنثى، هي سبب أيضا في نزول المطر ورحمة الله سبحانه عز وجل. ونسأل الله جل في علاه أن ينزل علينا من خيرات السماء وبركاته وبركاتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله قلت وقولك الحق، دعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، غيثا نافعا غيث الزرع والذرع، غيث القلوب يا رب العالمين. نسأل من الله عز وجل في هذا النهار المبارك، اللهم غيثنا غيثا نافعا يا رب، اللهم غيثنا غيث القلوب، اللهم غيثنا غيث القلوب. والله نزل علينا الغيث، اللهم يا رب نزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.